بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. إخوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم غنبدأ في الترتيبات الجديدة اللي بغيت ندير فيه هنايا في هذا المكان ديال الطيور. غيوقع واحد التغيير إن شاء الله اللي يسر الله سبحانه وتعالى في الإضاءة، وفي التهوية. غادي نزيد واحد كما قلت لكم في الفيديو السابق، نزيد واحد النافذة هنا، وربما غادي نغير المكان ديال الاكستراتور يولي لهي الفوق ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا بديت تنقل في الفراخ في الغرفه المجاوره، ها هما الغرفه ديال الولد ديالي. انا بديت تنقل في الاقفاص الصغيره وعاد نخرج الاقفاص ديال الانتاج. الطيور هادو ديالي هما الطيور المغرده ما شاء الله. ايوا نطلب الله التوفيق سبحانه وتعالى. انا عازلهم هنايا، اللهم بارك. يلا خليكم معنا تما، نبدا بالتغييرات بشويه بشويه ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. انتم الاخوان انا بديت تنخرج الفريخات. هادو اللي تنشوفو هنا في المساح كلهم الوليدات، هذا الناتج ديال هذا العام اللهم بارك. هما هادو الوليدات ما شاء الله، هادو هما الوليدات ما شاء الله. أنا بديت تنخرج الفريخات، ها هما هدا فريزي، هدا هدية ديال واحد الصديق. خرجت هادو هنا، باقي لي وحدين في المسرح، غنمشي نجيب قفوزة باش نخرجهم فيهم إن شاء الله الرحمن الرحيم. هانتوما تتشوفو هادو اللي باقيين هنا، ها هما المزرعة أخوات. غنبدل هادشي إن شاء الله، نقيه شوية ونصوبو. باقي لي هادو لي في المسرح إن شاء الله نخرجهم باش نصوبو هداك المسرح حتى هو ونعاودو ونقيه. هذه فرصه ديال النظافه وكل شيء، كل شيء خوات الدنيا. نحول هذه الاجهزه هذه الالكترونيه بلاتي نحبسوا هذيك الفلاب، نحول هذا الشيء ان شاء الله الرحمن الرحيم ونغيره. غيوقع تغيير ان شاء الله، ونقيو هذه الدنيا هذه ونحيدوا هذا الوسخ وهذا الشيء ان شاء الله. والله التوفيق. دعيو معنا الاخوان، تشوفوا هاقه القضيه من هنا، ولكن الحمد لله قطعت صوت بزاف ديال الاشياء. النافذه اللي قلت لكم ها هي جات الفوق الحمد لله، راه غلفت ودابا تنحاول نصوب لها انستالاسيون ديال الضوء. غيرت المكان ديالها ان شاء الله الرحمن الرحيم، تنحاول دابا نصوب السلوكه. هادشي اللي كاين، غيبقاو لي دوك المسالح حتى لغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم. دعيو معنا الاخوان، الله يسهل الامور. انتم الاخوان تشوفوا هادي راه 11 ديال الليل، انا باقي تنوجد في الاضاءه الاسلاك وداكشي اللي غادي ندير ان شاء الله الرحمن الرحيم. الله تنبرهم شي ونصوبهم ان شاء الله. المهم تا نكمل نوريكم النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اسال الله التوفيق. انا الاخوان قربت ان شاء الله، بديت ندخل الفراخ. هذا هو قربت ان شاء الله الرحمن الرحيم، بديت ندخل الفراخ بشويه بشويه. بقى لي شي حويجات صغيورين، شطرجم حيدت لي هذوك البيبان، نديهم ندير لهم الدجاج وعاد نجيبهم ان شاء الله الرحمن الرحيم. من بعد نكمل غادي نوريكم كلشي. غيرت هذه الواجهه ديال المسرح ديال الاناث وهذه الواجهه ديال المسرح ديال الطوبو، ودرت لهم الداخل داك السلك لان ما كانش عندي في الاول كامل. دابا الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، يدير الله خير سبحانه وتعالى. يا اللهم يسر، خليكم معنا حتى نكمل كل شيء ان شاء الله. انتم الاخوان هذا تقريبا الشكل النهائي ديال المزرعه. هذا الضوء الجديد اللي درت ما بين الاقفاص، باقي غندخل عليهم شي تحسينات ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي دابا هي الليل هذا، راه كامل رانا
دخلت كلشي الاقفاص طيور الاماكن ديالهم، زدت هذا المريفه هذا لان كنت النيفو اللي فيه اشترجم هو في كنت داير الطيور، ومنين اشترجم درتو تما وليت خاصني نطلع الطويرات الفوق، درت لهم هذاك المريفع باش عاوتاني الا تحل الشرجم ما يطلع لهمش البرد ديريكت لعندهم. شفت راسي دخل، انا جربته شفت دخل البرد. هانتوما هادشي اللي كاين الاخوان، الطونايط على الكرة طفا اوتوماتيك. شوفوا واحد البولة تمايا حدا ديك البولة الكبيرة هاهما غيشعلو، هادوك تيبقاو بالليل درتهم حتى هما ملي تفضو يبقاو هما. هاهو دابا إلا تفضو كامل غيبقاو هما مضويين، وهادي يكون الشكل ديال المزرعة هو بالليل في الظلام، باش الإناث اللي خرجات من بلاصتها بغات توكل الوليدات ولا شي حاجة ترجع لبلاصتها، وعاوتاني حتى الطيور باش تشدو ليساتها. دابا حاليا صافي ما نعاودش نشعل عليهم الضو، انا كنت شاعلو غير مانيير غير باش وريتكم، حتى من بعد ان شاء الله الرحمن الرحيم نكمل الفيديو. انتم الاخوان ولله الحمد، ها هي النافذه اللي درت جديده للكويرات، ها هي كوليس كتسد اللهم لك الحمد. درت هذاك المريفع الفوق ها فوق من الطيور، الطويرات ها هما ولا تيبان شويه واسع سبحان الله العظيم هنايا، واخا صغير كان غير قليل كان في الاضاءه اللي درت ما بين الاقفاص، وكان في هاد النافذه اللي زدت وهاد المريفع صافي، وحيدت هاد الضو اللي كان هنايا دوك شفتو درتهم هنا ها هما، هادشي اللي كاين. ايوا الحمد لله على كل حال، ما تنساوناش من الدعاء والدعم ديالكم كما عودتونا دائما، جزاك الله خير كل خير علينا. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نقوم باطعام الفراخ ونعطيهم الماء ديالهم في هذا الصباح هذا، ايوا هذه هي المهمه الروتين اليومي. هانتوما الاخوان تشوفوا انا تنقدم الدلاح، ما تنعطيش ذاك الطروفه الكبار ديال الدلاح، تنعطيه تيقرب تنقشرو تناخذ ذوك الطروفه انا تناكلوهم، وانا الاغلبيه تنعصرهم وتنشرب الماء ديالهم، وهادو تنخليهم بحال هكا تقريبا وتنقدمهم للطيور ديالي. هانتوما تشوفو انا نقدمهم ليهم راهم تياكلو تياكلو اللهم لك الحمد والشكر. الشمس دابا سبحان الله العظيم ولات داخلة هنا بحكم هاد الشرجم الجديد، هاهو دابا نقدم الباقي الطيور، نقدم لهم الفلاح ان شاء الله الرحمن، هادو راه عندهم في الاقفاص، نقدم الفول فيه ان شاء الله. الباجي هادشي اللي بقى عندي منه هما جبتهم درتهم هنا حتى هما، راه قدمت لهم الفلاح ونطلب الله خير سبحانه وتعالى. هادشي اللي كاين اللهم الاخوان، اللهم بارك الطيور تتاكل كلشي تياكل الفلاح اللهم بارك. هادوك الفراخ الصغيرة كلشي هادو هادو اللي تمسرح، واحد ستيفارة باقا خايبة لي دالطون نخليهم، وتبقى كلشي قدمت ليهم اللهم بارك. شباب هادو راه ماشي قراعي ديال المناضة هذا الماء ديال البحر، هذا جبت الماء ديال البحر معايا البارح ملي كنت في البحر، دابا غنقدم الدوش الطيور باش يستحمو، غنغسلو في البانيوات ديالهم وداكشي ونوجدهم اليوم نوجدهم كاملين ان شاء الله الرحمن الرحيم. جبت كلشي وغادي نعطيهم يدوشو بالماء ديال البحر، الحال راه سخن دابا نعطيهم ان شاء الله يدوشو بالماء ديال البحر مع الحلة الجديدة للمزرعة ان شاء الله بحول الله، راه كلاو الدلاح غنجمعو نحيدو من بعد حتى يدوشو ويساليو باش نقي الاقفاص الارضية الاقفاص منين يساليو كلشي يدوشو الماكلة ان شاء الله الرحمن الرحيم. شكي رجعو هاد البلون ولي زيزي رجعو حمر رجعو مزيك بالدلاح
سبحان الله العظيم عوزك تعوموا فيه داكشي علاش نعطي كلشي يدوش دابا ان شاء الله اللهم بارك.